أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة الكروية المنتظرة وسط هذه الأجواء الجميلة المصاحبة لهذا اللقاء. وهذه تحياتي محبكم فارس عوض من كابينة التعليق. أتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة وكبيرة مليئة بالمتعة والإثارة. فريق برشلونة في مواجهة الميرينج ريال مدريد، الإثارة حاضرة هنا كالعادة، الأجواء مثالية لكرة القدم، كل شيء معد لمشاهدة مباراة كبيرة. جولينتون، سيرخيو راموس، يان أوبلاك، هاري كين، مايكل بالك، والكرة عند لوثر ماتيوس. الآن يتقدم بالكرة، ضربة قوية من الحارس يبعد بها الكرة. كولر يستعيد الكرة، هيرنان كريسبو، راحت الكرة إلى ماتيوس وتبعد الكرة عن منطقة الخطورة. والكرة مع ماتيوس، هاري كين، فودين، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. الهجوم ينتهي بدون خطورة تذكر. كرة تعود إلى برشلونة. برشلونة يهاجم. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. البارسا يفتتح الطريق، يسجل أولا، يتقدم في الكلاسيكو، يقص الشريط، ينجح في هذه القمة. الضربة الأولى كانت من الكتلان، من البلوغرانا. 1-0 لبرشلونة. يستأنف اللقاء مرة أخرى على تأخر الملك ريال مدريد في النتيجة. مايكل بالك، رودريغو يتقدم بكل قوة في منطقة الخطورة. بودن وفرصة هدف بدون خطورة في يد حارس المرمى. تنطلق الصافرة الآن معلنة عن نهاية شوط المباراة الأول. انطلق الشوط الثاني مشاهدينا من هذه المباراة. ريال مدريد عليه ضغوطات لأن مطالب بالهجوم من أجل تحقيق التعادل، والكلمة العليا هنا لحارس المرمى. ضغط مثالي من الدفاع، يضطر اللاعب للخروج بالكرة إلى خارج الملعب. ماركوس راشفورد، مايكل بالك، هيرنان كريسبو، جولينتون، فودين، لوثر ماتيوس، مايكل بالك، عنده فرصة التمرير، فرصة لتسجيل التعادل. مستحيل يا ريال، الله على الإثارة، على الملكي، على الريال، على الميرينكي. مدريد يعدل النتيجة. هدف في مرمى برشلونة يؤكد العودة، يؤكد الطموح. الله على الفريق الكبير. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. رودريغو، تدخل وإبعاد للكرة. فاول لمصلحة برشلونة. دي بول، وايت، كرة تخرج إلى ضربة ركنية بعد أن لمست المدافع. خلص ويبعد الخطورة من مناطق قريبة. كرة إلى ضربة مرمى.
البارسا يقرر الاستعانة بدكة البدلاء. دي ليخت، كرة مع كولر. 6 دقائق فقط على نهاية المباراة. مايكل بالك. ريال مدريد لا يستسلم، يحاول الفوز في المباراة في دقائق الأخيرة، لكن كرة لا تحقق المطلوب وهجمة بتضيع. هاري كين، كرة بتروح لراشفورد. هاري كين. انتهت المباراة على التعادل مشاهدينا، وفي رأيي بأنه يرضي الطرفين قياسا بما شاهدناه. المباراة كانت جميلة ممتعة، التنافس كان على أشدة، كان كل فريق واضح برغبته في مباراة اليوم.